شفنا التريلر الخاص بالدورة الجديدة لمهرجان بيروت أند بيوند للموسيقى، المهرجان اللي صار دولي كمان، ومثل كل سنة أماني سمعان بتكون ضيفتنا لناخذ تفاصيل أكثر عن برنامج المهرجان المميز جدا هالسنة. أماني كيفك؟ منيحة، بونجور، صباح الخير. بيروت أند بيوند عن جد اسم على مسمى، لأنه مش بس في فنانين لبنانيين، في فنانين من المغرب، من مصر، من جنوب أفريقيا، من سلطنة عمان، من المملكة المتحدة، ايه في ولبنان ما بعد، ايه في من لبنان، في عنا فرقتين من لبنان وما بعدها لبنان، صح مثل ما قلنا. ايه كل سنة بيكون في دايفرسيتي او تنوع بالجنسيات وبالجنر او بالموسيقى يلي عم نقدمها من خلال بيروت اند بيوند. السنة البرمجة كان مسؤول عنا يعني القيم الفني هو موريس لوقا، يلي كمان بتعرفوه اكيد من خلال هو ضيفه دايما من أول سنة كان موجود معنا، والسنة الماضية كمان كان عنده كونسرت بالصيفية من خلال بيروت أند بيوند. فهيدا المساحة اللي نحن عم نخلقها لفنانين إن كان لبنانيين أو عرب، لأنه هن يبرمجوا، عم تخلق تجدد وتنوع كل سنة بالمهرجان. السنة الماضية كان وائل قداح والسنة موريس لوقا. فكل سنة المهرجان بيكون بيشبه شخص معين بنوع الموسيقى اللي بحبها وبالاشياء اللي هو، وبتشبه فئة معينة كمان من العالم تلقائيا. هلا اللي عم تخلقوه مش بس مساحة لبنانية وعالمية، كمان عم تخلقوها بفترة عادة ما بنشهد فيها مهرجانات موسيقية. هيدا الشهر عادة بيكون مخصص لأعياد الميلاد، وبيخلص عيد الميلاد وبتروق شوي، بيقولوا ذات سيزن. انتم عيشتوها هيدا السيزن بالمهرجان؟ ايه كان خيار، يعني بما انه بالصيفية وبخلال الاشهر الباقية من السنة بيكون في كثير اشياء عم بتصير، ومع انه نحن اللي عم نقدمه جديد، فمنحب انه العالم تهتم اكثر بهذا الشيء ويكون له كمان مساحه ونوع خاص وفتره جديده. مزبوط. الافتتاح مع ياسمين حمدان السنه، رح نسمع لها وبنرجع ناخذ تفاصيل هيدي الليله. شفنا ياسمين حمدان مؤخرا كان عندها جوله بالنرويج، الولايات المتحده، يعني كان عندها هالتورنيه، وهلا جايه طبعا بيروت هي محطه اساسيه. الافتتاح رح بيكون بالجراند فاكتوري. مزبوط، الافتتاح هو بكره بالجراند فاكتوري على الساعه 8:30 مع ياسمين حمدان ومع حات من المغرب. ياسمين عملت ريليس او اطلقت الالبوم تبعها من كم شهر، الجميلات هو الالبوم الثاني. فبعد ما عملت الريليس بلبنان كانت المحطة بيروت أند بيوند. وياسمين كمان هي رمز بالنسبة للموسيقى المستقلة والموسيقى الأندر جراوند، يعني الباركور تبعها أو كيف بلشت قبل مع سوب كيلز وهلأ لوين وصلت. بعدين عندها محطات عالمية وشاركت بأفلام، حطت صوتها على أفلام. مزبوط. والكونسرت تبعها بالنرويج كان بأوسلو وورلد، يلي هو كمان بارتنر أو شريك مؤسس لبيروت أند بيوند. حات شفته أنا بإسبانيا من كم سنة. هو موسيقي مغربي عايش بنيويورك، عنده فكرة أنه هو الموسيقى التراديشنال يرجع يعيدها بغير طرق أو بأسلوبه الخاص، وبيتعاون مع كتير فنانين عرب أو انترناشنال عالميين وبيشتغلوا سوا على هذا الموضوع، وعنده بلاتفورم كمان اسمه ريميكس كولتشر بيطلق فيهم هول. طيب سايرة بس تزوري مهرجان أو بلد بتاخدي كونتاكت الفنان اكيد، وبصير عندك هدف انه هيدا بيلبق للمهرجان او ما بيلبق؟ ايه اكيد صار في هيدا الهوس. يعني نطرت بالباك ستيج هالقد، يعني صرت عم بقلنا على موريس فيه، لانه من قديش حات قلتي شفتيه؟ ب 2015. اخذت سنتين تقتنع اوف بس وكمان لانه في 10 فرق او 11 فرقه كل سنه، ودائما بنطلع انه يكون في كمان تنوع بالجنسيات وبالانواع الموسيقيه، فانه وحسب السكجول تبعهم اكيد اذا عندهم تورنيه وهيك هيدا الشيء اكيد بياثر. بدنا نسمع له شيء صار رادي الفيديو. اوكي خلينا تكين صار رادي، بنحكي عن مواعيد جديده، ابرز الفنانين اللي مشاركين. نحن اول ليله حنكون بجراند فاكتوري، بعدين الثلاث ليالي الباقيين بكاد على الكارانتينا. وي ار تيكينج اوفر، حناخذ المبنى كله لكاد، في الثلاث طوابق حيكونوا بيروت اند بيوند. باول ليله بكاد يعني هو نهار الجمعه في ثلاث فرق موسيقيه. امل الوقار، صح، من عمان، من سلطنه عمان، عم تكون سولو على العود. امل يعني يونغ، شابه وعندها اختبارات حلوه بالموسيقى، فحنتعرف على على هيدا الشيء. في لين أديب كوارتات جاز ممزوج بالمقامات الشرقية، فهيدا كمان مشروع للين جديد وأول مرة بيتقدم بلبنان. وريتشارد دوسون يلي هو حيكون عم بقدم سولو جيتار، بس ريتشارد دوسون هو من العالم اللي كتير مشهورين بالجيتار بطريقة عزفه وبكيف بيمزج كمان أنواع مختلفة وكيف بقدم الموسيقى. نهار السبت حيكون في كمان 3 فرق من لبنان، في كيد 14، في بان ستارز من مصر، وفي بورست من العراق. ال3 فرق بيشبهوا شوي بعضهم بالجانر اللي هو فيه فانك، فيه اكسبيرمنتال، فيه الكترونيك. فحيكون الليله هيك عم بلش ببان ستارز، كيد 14، واخر شيء بورست. فيها العالم يلي بحبوا الموسيقى الاكسبيرمنتال او الالكترونيك واللي رح يلاقوا نفسهم بهالليله، رح يلاقوا نفسهم بهيدي الليله. مزبوط. اوكي. وحنختم نهار الاحد مع براذر موزان من ساوث افريكا يلي كمان شفتهم من كم سنه بالنروج، كنا انا وموريس سوا بالتورنيه تبع موريس وحبيناهم كثير. نطرناهم بالباك ستيج. ودينا الوديدي من مصر، اول مره بتجي على لبنان. دينا بتعمل حفله بلبنان، كمان في كثير جمهور ناطر هيدا الشيء منهم. اوكي. هيدا بالنسبه للبروجرام الفني، بس في كمان بروجرام بروفيشنال مثل دايما يلي هو الاوف فيستيفال. مزبوط، يلي هو للمتخصصين. مين عم نسمع؟ حد هيدا براذر موزان. كمان برادر موزان كان عندهم تورنيه. لكن انا أماني كنت عم تقولي لك كان في برنامج كمان هو للمتخصصين، صح؟ بما انه بيروت اند بيوند مش بس بقدم فنانين، في عم نشتغل كمان على تطوير الموسيقى بلبنان وبالعالم العربي. في 2 ديسكشنز او طاولات مستديره رح يصيروا نهار الجمعه ونهار السبت بدار النمر، مع متخصصين عالميين يلي بيجوا على بيروت كرمال يحضروا ويتعرفوا على فرق موسيقيه من لبنان. حنحكي عن مهرجانات ناجحه، حنحكي وكيف الفورمول تبعهم، حنحكي كمان عن التورينج بهالايام وكيف العالم كيف الموسيقيين فيهم يوزعوا الموسيقى تبعهم. في كمان الميت ذا ارتست سيشن يلي بلشناها السنه الماضيه وعم نرجع نعيدها السنه، لفرق جديده يتعرفوا عليهم كمان بس من دون ما يعزفوا، بيتعرفوا عليهم 1 on 1، بقدموا لهم مشاريعهم الموسيقيه. وهيدا الشيء اللي صار السنه الماضيه لما عملناه، قدرنا انه نعمل تور مع فرقتين لبنانيه اللي هن كينيماتيك وجريد ديبارتد او الراحل الكبير. عملنا تور بفرنسا وبنروج وبسويسرا لهو الفرقتين مع شركاء متعددين بكل بلد. فكمان عم نتوقع انه من ميد ذا ارتست السنه يرجع يصير نفس الشيء. اوكي. بالحديث هيك عن الفرقه اللبنانيه، رح نسمع هلا لكيد 14 اللي هي فرقه لبنانيه ورح بتقدم معكم. اوكي، في نشاطات غير خلال العام عم بتحضروا لها يعني غير هلا؟ بنعرف اصلا بتخلص هيدي النسخه بكير، نحكي لان هلا بتكون بلشوا، بس دائما بتبلشوا التحضير للنسخه اللي جايه، بس كمان يمكن ايام بنص السنه دائما بكون عندكم محطه بتعملوها. مزبوط، دائما بشهر حزيران عم بيكون محطه لنذكر العالم ببيروت اند بيوند، لنطلق ونخبرهم مين حيكون القيم الفني لكل كان عندكم العرس السليبريشن، صح؟ بالخلال الصيفيه باول الصيف. السنه عملنا هذا الشيء كمان جديد، عملناه انه نحن اطلقنا كولابوريشن او مشروع جديد بين ليليان شليله وحامد سنه، كان اسمه ذا ويدنج ريسبشن، انعرض بجون وهلا عم بكمل، صار اسمه ذا واتشرز برايد، وعندهم كونسرت قريبا من بعد المهرجان. كمان هيدا الشيء عبالنا نحن نعززه، يعني ليليان وحامد بيعرفوا بعضهم من كثير زمان، بس نحن قدرنا نعمل انيشيشن وبرودكشن شوي لهذا الموضوع. التقوا قبل ب2 شهور وبلشوا يشتغلوا على الموسيقى، وعملنا العرض ببيروت ارت سنتر بجون، وخبرنا مين القيم الفني، واطلقنا كمان كم حدا من دائما في عندكم حدث فني بيصير لما بدكم تعلنوا عن بيروت اند بياند باخبارها الجديده، يعني بتحبوا هيك تقطع مرور الكرام، لنعمل شويه اكشن. اوكي، مين في براسك بعد فنان فرقه لبناني او مش لبناني عبالك يكون ببيروت اند بياند ما عم تزبط لهلا؟ يعني رحت على الباك ستيج ولهلا بعد ما رد عليك الخبر. في في فرقة تونسية فرنسوية لبركشنست تونسي اسمه عماد عليبي. عنده مشاريع أكثر من مشروع، بس كل مشاريعه حلوة. واحدة منهم هو تريو مع ميشيل جاغ دونك، هو جاز كتير حلو وعبالي كتير إنه نعمله بيروت أند بيوند. دخلتوا فيه؟ ايه، جاي السنه هو على المهرجان لحاله، جاي يحضر المهرجان عمان. بس ان شاء الله عيني خلص انت رجع لك خير. اكيد معك اكيد معك. سريعا عن البطاقات اماني قبل انه بدنا نختم. اوكي، البطاقات حيكونوا بليبراري انطوان، مكتبه انطوان، حيلا فرع او اونلاين او على الباب بجراند فاكتوري او بالكاد، بس اكيد لازم يجوا بكير اذا مش حاجزين. أوكي. اماني سمعان، مديره مهرجان بيروت اند بيوند، مبروك الدوره الخامسه، عقبال سنوات جديده، يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. لحظه، قال متى؟ بكره ببلش المهرجان ل10 الشهر. سنرجع نذكر. نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده، انطرونا. باي.